براين، أنا عند مركز الاتصال برا عند معسكر روج. يا رحال، سين جون، أقصد عالم. ليه أنا هنا؟ شايف مروحية جاية الموقع دلوقتي، استعد. براين حول. عشان كده أنا هنا. سين جون، المفروض يكون وصل عندك دلوقتي، شايفهم؟ أيوه، صعب ما تشوفهمش، عايز نعمل إيه؟ خليك قريب من الباحثة، وافتكر إني مش عارف أعترف بياناتهم إلا وإنت جنبهم. أيوه، طيب، فهمت. عايزك منطقة تتأمن حالاً. المرة دي عايزك تزرع جهاز تتابع في الهليكوبتر بتاعتهم. طيارتهم. مستعدين؟ أنا عارف يعني إيه هليكوبتر يا أوبراين. تمام، لازم أحط جهاز التتبع على الهليكوبتر. يلا يا شباب، لازم نتحرك حالا. مش هخليهم يشوفوني. تمام، يا ترى بتعملوا ايه هنا يا شباب؟ ها؟ افتكرت انكم هتزودوا بنزين من محطة اول بلت. يا ساكن، خلصت. براين، جهاز التتبع جاهز. اهو اهو. ملاحظة 2060. عملنا فحص على 24 موقع تفتيش بما فيها المناطق اللي في مايو فاركس ومقابر بايونير وموقع تقطيع الخشب في طريق كاسكيد ومحطة الشاحنات على طريق بيل ناب القديم. كان اسمها ايه؟ كريزي ويلز. ايوه، كانت مصدية وزحمة. حاجة في العالم القديم ما وحشتنيش. كريزي ويلي، جنوب بركان بيل ناب. سؤال يا دكتور. طبعا انا مش مشغولة خالص. عيشش، هما ليه بيدوها؟ ما نعرفش. هما ليه بيدوها في المباني والأماكن الأثرية والكباين؟ عندنا نظرية بتقول أقصد يبنوا في أماكن غير بتاعة الحيوانات زي الشجر والطلق والحاجات. لازم تسيب المنطقة حالا وإلا هنضرب بالنار. احنا ممكن نبقى أصحاب، صح؟ ملاحظة 2060. عملنا فحص على 24 موقع تفتيش بما فيها المناطق اللي في ماريون فوركس ومقابر بايونير وموقع تقطيع الخشب في طريق كاسكيد ومحطة الشاحنات على طريق بيل ناب القديم. كان اسمها ايه؟ كريزي ويلز. ايوه، كانت مصدية وزحمة. حاجة في العالم القديم ما وحشتنيش. كريزي ويلي، جنوب بركان بيل ناب. سؤال يا دكتور. طبعا انا مش مشغولة خالص. عيشش، هما ليه بيه؟ ما نعرفش. هما ليه بيبنوها في المباني والأماكن الأثرية والكباين؟ عندنا نظرية بتقول أقصد يبنوا في أماكن غير بتاعة الحيوانات زي الشجر والطل والحاجات اللي زي كده. خلصت؟ آسف. الرجالة اللي في المعمل عندهم نظرية، متأكدة إنهم هيجولك السكنات عشان يكلموك عنها. مش ممكن. نبسط. أنا ليا رأي، عارفة؟ ما كنتش دايما عسكري. بركان بيل ناب، في شوية مناطق في براري بيل ناب متحصرة بسبب قرب المسافة بين مواقع التعشيش ومخيمات البشر، خصوصا معسكر كبير فين؟ هي أنا بيها سالومي الزوكا. أيوة، سالومي. ثم لما صار مولد هيرودوس رقصت ابنة هيروديا في الوسط، فسرت هيرودوس، من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها. قالت أعطيني طبق رأس يوحنا المعمدان. اسم المنتجع غريب. تحميل خلص. طيب، الكتاب سمعت ده كمان من حاجات دلوقتي. اكيد لطيف، بيسافروا مسافات كبيره وعندهم وقت يقروا. مش ممكن يا ابا. خلصت. تمام، دلوقتي لازم اخرج قبل ما اي حد يشوفني. تمام،
براين. براين انت هنا؟ مش قادر اتكلم دلوقتي، هبقى معاك المحطه دي بعدين. حول براين. مش ممكن، انا زهقت من اني المساعد بتاعك يا براين. استنى، عندي ليك شغل. عندك شغلانه ليا؟ ايوه، في مجموعه من المسوخ الاموات محبوسين في الواح لغرب جسر المشاه، محتاج منك تشيلهم وتوصلهم لاكوام الحرق، فاهمني؟ مهمه مهببه. ايوه، هاتي حد تاني، انا مشغول. اسمع، انا عايزك تعمل كده. انا ما اعرفش مايك قال لك ايه وانتوا في الجوله الميدانيه، بس احنا عندنا شغل هنا. ايه، استنى استنى استنى، سكيزو مش هينفع يجي معاك. هيجي معايا. اللي اعرفه دلوقتي اني ما بتكلمش معاك. انا اتناقشت مع مايك، لازم اروح للانقاض وهو هيجي معايا، فهمت؟ زي ما قلت انا مشغول. ايوه، لما ترجع دور عليا. هتيجي؟ ايوه. فين ده هيفرق؟ بجد رايحين فين؟ شمال. ريكي، انا ما بقاش عندي وقت لتفاهاتك مع سكيزو. تعال هوريك. مايك قال لي على اللي عملته. ما عملتش حاجة. يعني زي قفلنا الكهوف هنا وبكده هنمنع وصول الحشود. مش هيوقفهم، بس يمكن يعطلهم. طيب انت رايح فين كده بده؟ ايوه، فكرت في كده حالا، يمكن قررت تستنى. قصدي مش بسبب بوزر، بس عشان عايز مساعدة. ده اللي انت فاكراه. ثانية، انا عملت اللي عليا زمان. صحيح، بس انت ما عملتش اكتر من كده وانت عارف ده، ودلوقتي بتساعد ايرون مايك في قفل الكهوف. عايز نفتكر ايه غير كده؟ تفضل. من أسبوعين بالظبط فقدنا شخص لما ده باظ وجهاز التنفس اللي في العيادة وقف. قناع تنفس فعلا؟ يا ريكي بص حواليكي، لو معتمد على قناع تنفس هنا هتموتي. ولو كان ده بوزر؟ أيوة، أنا برضو قلت كده. بص، إحنا ما كانش عندنا طاقة لحوالي سنتين، بس المحولات وخطوط الكهرباء حالتهم كويسة، على الأقل كويسة هنا. عايز اروح الشمال ابص على السد الكهرومائي واشوف هو ليه مقفول. لا لا، مرافقه الركاب دي وظيفه سكيزو. مش محتاجه حد معايا، انت عشت هناك واكتر واحد عارف المكان. ديك انت طلبت مساعدتي صح؟ دلوقتي ردها لي. تمام، كويس، هروح واجيب حد من اللي بيعرفوا يسوقوا. لا ده مش هيحصل. لا، هنروح في صمت، لو قابلنا رجالة كوبلند هنتعامل معاهم، بس عايزك تعرفي ان الغابة مليانة ممزقين وسفلة ومين عارف ايه كمان. عايز عدد اكبر كده هنجذب انتباه اكتر. ايوه بس لا ديك. احنا هنعمل ده بطريقتي. زفت، ماشي يلا نروح. بص يا ريكي، لازم اسألك عن اللي لقياها في العيادة. كنت هضرب النار عليك؟ لا فعلا، من النظرة اللي على وشك دي. كنت هاخدك برا الأول وبعدها هضربك بالنار. مش تبقى أكيد مش عايزة الدم يملى العيادة. بالظبط. لو اتحركنا بدري ممكن نرجع قبل ما الليل يجي. مادام مفيش حاجة غلط هتحصل. ايه الغلط اللي ممكن يحصل؟ أنا وراك.
امشي بس على الطريق اللي انا حددته على الخريطة علشان في بلطجية عايزين نفضل بعيد عنهم. تمام انا فهمت. طب انا عمري ما سألتك انتي وصلت لهنا ازاي؟ زي كل الناس لما كل ده حصل كنت انا بعيدة مسافات عن بلدي، ولما انا رجعت كان كلهم مشي. انتي منين؟ اتربيت في قرية صغيرة برا بورتلاند، كنت شغالة سمسارة في المدينة وبرجع بيتي اخر الاسبوع. المدينة الكبيرة؟ ايوه ده صح، في اوريجون. بس كان ايه الحال هناك؟ اقصد ازاي خرجتي؟ مش عارفة، يمكن كنت محظوظة، كل السكك للشط كانت زحمة قوي، كأنها موقف ضخم للعربيات، وادي واللامت كان ساحة حرب، كل حاجة حصلت بسرعة. انا طلبت من اصحابي يخرجوا لما مشيت بس ما حدش سمع كلامي. انا سمعت ان هم فجروها بورتلاند. سمعت كده انا كمان، بس شكلها اشاعة، كنا هنحس بالتفجير مش كده؟ ايوه. انتي وادي عندك مشكلة؟ انا لا ارجوكي، انا بس مش عارف، كنت بتلفي معانا من وقت كتير. اظن اننا ما اتكلمناش في الموضوع ده. كنت زيك، الموضوع كان مش عارفة، يمكن البعد شوية كان طريقة كويسة عشان تفضل عايش. اسمعي، ما كانش المفروض اسأل، مش من حقي. ده سبب وجودي في المعسكر، انت عارف دي فرصة عشان اعيش من تاني. بالتوفيق في ده. مش حاجة بجد، ادي وانا الموضوع مش كده بالنسبة لي. ايوة تمام، الاحداث بتجري بسرعة الايام دي، عارف قصدي؟ ما سألتش، عايز اقول على حاجة. اضرب. انا بصي، انا مقدر مساعدتك ليا انا وبوزر، اقصد على ايرون مايك. واو بدأت تبقى لطيف في داهية. انت عمرك ما شكرتني على حاجة. يمكن انا مش لاقي اي سبب لده. ماشي، امال انت رحت فين مع ايرون مايك في اليوم ده؟ لحظة، انت قلتي انه فعلا كلمك عنه. كان بيتكلم بالعافية شوية، انا اعرف ايرون مايك من زمان، بس بصراحة انا عمري ما شفته مكتئب كده قبل كده. هتروح فين؟ معسكر شيرمن. سمعت انه كان معرض للمسوق. هو ده، بس ما فيش اختيارات كتير. انا عندي فكرة شوية عن سد الكهوف ومنع الحشود من الدخول. هو عارف مكتب متطلبات التعدين، احنا خدنا خرائط، هو هيمشي ورا اثر المتفجرات. اشارة اللاسلكي مشوشة، شكلك اتطوعت للتخاريف دي. ما انا راكب معاكي دلوقتي ولا ايه؟ مش ممكن، كنت عايز اهرب من المهمة. ماشي غلبتني. ايه اللي حصل؟ في حاجة حصلت؟ ولا حاجة يا ريكي، ما حصلش حاجة. هو ما قالش حاجة؟ لا ما حصلش اي حاجة، وايرون مايك ما قالش اي حاجة، لان هو شخص كتوم زي ما انت قلتي بالظبط. طيب قربنا من السد، هدي سرعتك وانت عند البوابة، ما عنديش اي فكرة عن اللي ممكن يكون هناك. فهمت. المكان شكله فاضي. متوقع يبقى فيه مشاكل؟ ايوه دايما لو واجهنا مشكلة هنموت. تعالى عايزة افحص ضغط المية. رايحة فين؟ هنا. لا استنى كده غلط، لازم اندفاع المياه يبقى اكتر هنا. ايوه سامع ده؟ ايه بالظبط، لو التوربينات شغالة كنت هتسمع صوت دوشة الخطوط من هنا. ايه اللي حصل؟ ايه؟ نفس الحاجة حصلت لكل الجسور، قرر الرجالة الاذكياء اللي بيلبسوا لبس موحد ان تدميرها يحمينا من الحشود. حشود اللاجئين ولا حشود النسوخ؟ طيب اكيد فكرتي في رجاله زي كوبلن، الاثنين غالبا. تمام يلا، عايز اشوف حاجه. Yeah.
تعال والمس ده. تعال. ايه ده؟ طيب حاسس بحاجة؟ لا. بالظبط، لو ضغط المية كويس كنت هتحس بالاهتزازات. يلا. من الطريق ده احنا هنروح للقمة، اخر الطريق ده وراكي. شايف الانابيب دي؟ بيقولوا عليها مواسير ضغط مجاري المية. المية بتطلع من الخزان بسبب الضغط، وبعد كده تدخل المواسير دي من شدة اندفاع المية، وبعدها تروح على التوربينات على طول. ازاي بتعرفوا الحاجات دي؟ عندي اخين اكبر مني بيصلحوا العربيات مع بابا، جاب لي شغلانه في شركه بوينج وانا عندي 17 سنه. كنت بروح المدرسه عشان ابقى مهندسه قبل ما الدنيا تتدمر كده. ما شفتهمش تاني ابوكي واخواتك؟ لا. يلا على هناك. خلينا نشوف ايه اللي حصل. الموضوع هيكون مسلي. ايه دلوقتي؟ ايه؟ استني بتعمل ايه؟ لفينا سوا كام شهر، طول الوقت ده ما شفتكش ابدا. بتتطوع في حاجة، لازم حد مننا ينط تحت ويحل المشكلة. انا هعمل كده. بس انت ممكن تستنى وتتفرج. تمام، مفيش فرصة تانية. يلا. ايوه الموضوع مقرف فعلا، بس ما افتكرش هقدر اصلحه. ارجع للتوربين بسرعة وشوف لو في اي ذبذبات. ولا حاجة، لحظة واحدة اهو هناك. هاي نفعت. حاسس بالاهتزازات؟ ايوه، بس خطوط الطاقة عطلانة. ايه؟ بس هو مش بالسهولة دي صح؟ طيب تمام، يلا نشوف المحاولات. طيب قوليلي ايه اللي حصل لابوكي واخواتك؟ معرفش، حاولت اكلمهم كذا مرة وانا راجعة، بس الشبكة كانت دايما مشغولة. لما رجعت البيت لقيته بقى مهجور، كان الحي كله مهجور. كان في بوسترات كتير في كل حتة، أوامر إخلاء. رحت أقرب معسكر للاجئين بس لقيتهم اقتحموه. المسوخ كانوا في كل حتة بعد ما قتلوا الكل. مش ممكن يا ريكي، أنا آسف. أيوة ده كان من زمان. دي الخطوط الرئيسية اللي بتزود الخطوط الجنوبية. طيب عندك فكرة اللي بيحصل هنا؟ لا ما عنديش فكرة. تمام. يمكن في نقص في صناديق توصيل الأسلاك للتوربين. يلا بينا على الجنوب. اتفقنا؟ تمام.
طيب ايه اللي بينك وبين سكيزو؟ اقصد شكلك دايما عايز تقطم رقبته. من كام شهر لقيته انا وادي مستخبي بيبص علينا واحنا بنستحمى. ايه ده خبر بيتجسس على الناس؟ قلت له لو كرر ده تاني هديله درس ما ينساهوش. يا خبر، عارف لو ادي كانت هناك افتكر ان سكيزو غالبا ما كانش بيبص لك. ده كل اللي قدرت اعمله عشان ما تكسرش رقبته. اه ما تحاولش تهزر مع واحده بتعرف تستعمل مشرط. ارفعني. تمام تمام فهمت. هناك. تمام، سيب لي البوابه. يلا اوضه الاتصالات موجوده قريب من هنا. ايه الريحة الغريبة دي؟ هشش المسوخ باينة قوي من ريحتها الجامدة. خليكي قريبة. معاكي مولوتوف قد ايه؟ كفاية. تمام، فاكرة ايه اللي المفروض نعمله؟ انتي هتولعي النار فيهم وانا هقتلهم. غريبة، عدى وقت طويل بس انا لسه فاكرة. لازم ده يولع. مستعدة؟ طبعا. لعيها هم جايين. جاهزة. انت كويسة؟ ايوه، هما ما بيحبوش الزوار مش كده؟ تقدري تلوميهم؟ يستحسن يتعودوا. انا من النهارده هعمل ده علشان معسكر لوست ليك. القوة للناس. طيب يلا نشوف صناديق الاسلاك ونخرج من هنا. خلصنا. مستعد؟ ايوه تمام. اخيرا بقى عندنا طاقة. شغل تحفة. ما كنتش هنجح من غيرك. طب بقولك ايه، ما تيجي ندور على حاجة عشان نثبت الباب ده، عشان انا مش عايز ارجع كل شهر اصلحه. استنى، هتكون هنا بعد شهر؟ ايه؟ لا انا معرفش، بس ممكن. بهزر معاك ما تزعلش. امال بتسأل ليه عن ابويا واخويا؟ مش عارف، انتي عمرك جبتي سيرتهم قبل كده. بصي انا اسف لو يعني مش عايزه تتكلمي عنهم. طيب يا ريكي، مش دلوقتي، ريكي بيساليني بعدين. يلا لازم نتحرك. صحيح، ما سألتنيش قبل كده ليه بطلت أسوق معاك أنت وبوزر. كان المفروض أسأل، عارف السبب؟ بسبب آيرون مايك. يا خبر يا ريكي، يعني ده مهم دلوقتي؟ سوقنا سوا من حوالي، حقيقي مش فاكرة، جايز شهرين؟ ديك أرجوك. على فين؟ تمام تمام. كان في ليلة فاكراها كويس جداً. كان التلج مالي الشارع، وكان
وبوزر كان صوته عالي وهو نايم، كنت حاسه انه هيجيب المسوخ لحد أيوة عندنا. ايوه تمام، ده ما تغيرش قوي. عامه انت افتكرت ان الكل نايم وقعدت لوحدك سرحان ومشغول زي عادتك وبتفكر في حاجه، انت ما نمتش طول الليل؟ خليني اشوف الصوره، يلا ارجوك. وقتها انا عرفت ايه اللي تعرفيه يا ريكي، اني مش عايزه اكون زي معظم الناس هنا مسجونه في الماضي او بهرب منه، انا بس بحاول افكر لقدام، فهمت؟ مش لورا. اللي انت شايفاه ده غلط ماشي. انزل خليك على الطريق. بتعملي ايه ريكي؟ أكيد إن هما. أنا شفت العلامة على ظهره. إحنا من مؤسسة روستيك وأيرون مايك معاهدة. تمام، دي فكرة تحفة، عايزة تحولي تاني؟ بس خليكي زي ما أنتي ونزلي دماغك. من أنت وأنتي بتروحي معسكرات؟ يا فكر أنتوا بعيد قوي عن بلادكم يا هبل ولا إيه؟ ليه ما ترجعوش ايرون بيوت زحفين تدوروا على المستنقع اللي خرجتوا منه؟ اسمعني، احنا من اللحظة في بيننا معاهدة. رحت ناحية الشمال شوية صح؟ ها؟ مش عايزين تبعدوا أكتر عن كارلوس صح؟ سيبكم هنا تنزلوا ها؟ هتنبسطوا كده كلكم؟ ها؟ ها؟ هو ده اللي عايزينه؟ زمان اتعاملت مع شوية ناس بيتصرفوا كده، متهيألي دول بياخدوا ممنوعات أو أي زفت تاني. فاكر أملاح الحمام؟ الاسم ده اتشهر قبل ما الفيروس ينتشر ويدمر كل حاجة. أيوة صح، تعالى فعلا نشوف لو بوظ الموتوسيكلات بتاعتنا. فاكر ان معاهدة ايرون مايك هتستمر مع السفلة دول؟ مش عارفة الممزقين الملاعين بعد اللي عملوه في دراع بوزر واللي عملوه كمان في ليسا ايه؟ ده كان موجود في ايد حد منهم، ايه اللي حصل؟ هو انت وبوزر طردتوا الممزقين قبل ما تسرقوا المضادات الحيوية؟ انا
انا معرفش. بصي ايا كان ظن كارلوس ايه ده ما يقارنش باللي هعمله في القذر ده لو شفته. يلا لازم نمشي. تمام، لازم نراقب الخطوط الجنوبية. خلينا نشوف المحاولات ونتأكد انها شغالة كويس. ماشي انا وراك. وانا همنعك؟ ازاي وصلت نادي الموتوسيكلات؟ قصه طويله. عندنا رحله طويله. طيب انا كنت عضو في الجبل العاشر، جزء من وحده اماميه بتشتغل مع التحالف الشمالي. صفر، ما كنتش عارف انك دخلت الجيش. ليه؟ عايزه تسمعي ولا لا؟ اسفه. كنا رايحين ناحيه مزار شريف لما مجموعه من طالبان طلعوا علينا من الطريق التاني. كانوا في عربيات نقل مسطحة متحملة بأسلحة ZU-23 متعدلة مخصوص لمضادات الطيارات. مدافع. مدافع كبيرة فعلا. عربيتنا الهامفي انفجرت ووقعت من المنحدر على طول في نهر هاري. متخيلة بشاعة الغرق في أفغانستان؟ حاجة صعبة. المكان كان صحرا شاسعة رهيبة. اتحدفت من العربية لبعيد، ولما وصلت لقيت الهامفي مقلوبة في المية وعمت عشان أشوف لو حد لسه عايش. ساعتها رجعت للشط ساحب جثة واحدة وعملت كده 7 مرات لغاية لما طلعت التانر الحارس بتاعي. كنت انتهيت. ولما رجعت وطني مش عارف، أنا اشتريت موتوسيكل سوقته على الطريق لمدة 2 سنين بتنقل من مكان لمكان. و تمام. طيب بمرور الوقت استقريت اخيرا. اشتغلت في محل موتوسيكلات بيديره واحد عجوز اسمه جاك، وهو اللي ماسك النادي، يعني الرئيس زي ما تعودنا نسميه. هو اللي ضمني في النادي بنفسه. لحظه، جاك فاكره ان جوزك كان بيتكلم عنه؟ كان في السجن تقريبا. حصلت شويه حاجات وحشه وانتهى الموضوع وهو بيتلام عشان النادي. شكله كنتوا قريبين. بس اكيد في عطل صح؟ طب هنيجي تاني الصبح تحضري العده اللي هنعوزها عشان نصلح الحاجات البايظه وبالمره المسوخ يبقى اقل. يعني مفيش دش دافي النهارده؟ تمام، بس عايزه اوريك حاجه الاول. لا ريكي، ده كان يوم متعب. بس انت تعرف كتير عن المسوخ، هوريك حاجه ممكن تكون ما تعرفهاش. عموما احنا مش بعيد عنها. زفت. تمام يلا. ممكن اسالك على حاجه؟ زي ما قلت لك قبل كده، وانا اقدر اوقفك. انت ليه لسه مخلص قوي كده؟ مش عارف قصدك ايه. قصدي ليه لسه لابس شعار النادي؟ انت وجوزك اكيد ما بتحاولش تجند اعضاء تاني دلوقتي او بتراقب المنطقه؟ لا، كنت شغاله مع راجلين في زراعه بيلبسوا الشعار كل اسبوع. مره سالتهم عنه وقالوا لي انهم بيعبروا بيه عن تمردهم، معرفش على الشرطه ولا على السلطه ولا على الحكومه. انت بقى بتتمرد على مين؟ باقي منهم. بص، بنلبسها عشان لازم نلبسها. في ايه؟ اقصد اني ماليش دعوه ببوزر، بس انا مش بقول اي كلام. هو بس الشعار هو ده انا. اقدر اقول ان انا عملت حاجات كتير غبيه في حياتي، بس نادي الموتوسيكلات يعني خلينا نقول انه من الحاجات اللي انا مش بندم عليها. ريكي، احنا بنعمل ايه هنا؟ انا شفت قطر نيرو للميتين وكمان مليان حشود. بس الموضوع مش كده. ايه القرف ده؟ اتفرج. جيت هنا كم مرة علشان اراقبهم؟ بيفضلوا في المباني القديمة ويخرجوا كل يوم، وكأنه بالظبط وقت العشاء، تمام؟ وفي النهار يرجعوا تاني يناموا، مش كده؟ قصدك ما نزلتيش تحت وشفتي؟ اها،
لا، قربت منهم قبل كده، وعدد كبير منهم فضل يطاردني. كأنك هديت عش دبابير. يلا نخرج من هنا اللي القرب. ماشي ماشي. على العموم في اليوم ده أنا شفت حاجة مش هتصدقها. فعلا عايز تتكلم؟ تمام سمعنا. استنى خلينا خمن. شفت طيارة لنيرو. استنى وانت ازاي عرفت الموضوع ده؟ رصدناهم كذا مرة في مناطق من لوست ليك. زفت. يهمك في ايه؟ هما مش من هنا عشان يساعدونا. من الصوت باين ان هما بيضربوا نار. مش مهتم. شكلك مهتم. اهلا، كنت فين بقى طول اليوم؟ وانا مبسوطه اني شفتك. ايوه اسكيزو قال انك مشيتي مع ديكن وكنت قلقانه. ادي انا تعبانه. تمام. اوه ده شيء عظيم يا ديك. شكرا. ماشي، قوليلي لما تستعدي عشان نصلح المحول. انا معاكي طبعا. تفهد. انت ايه مشكلتك؟ لا لا، انت اللي ايه مشكلتك. لسه قايله اني تعبانه صح؟ تمام. انا اسفه، زي ما انا قلت انا كنت قلقانه لانك في الغالب ما بتمشيش قبل ما تقوليلي. تمام وخلاص كده. كنت بشتغل في جمعية لمساعدة الحيوانات. كان عندي